بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل وإلى الله وإلى حضرة النبي نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سأل صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أفضل الناس قراءة في القرآن الكريم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. تعالوا بنا لنشرح صدورنا ونملأ قلوبنا ونعيش في رحاب القرآن الكريم الذي يتلوه علينا وعلى مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بمدينة سلسليان ومحافظة المنوفية. فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، انه ولي ذلك وهو القادر عليه، فليتفضل مشكورا لنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن you
إلهي يا عدو الكلمة
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وما يعمر من معمر
ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما وما يهتوي البحر Oh,
وترى الفلك فيه مواخر ومن كل تأكلون لحما طريا
ذلكم وسخر الشمس والقمر سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ولا يولد
والله هو الغني فقد استراحت انفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما انزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم انه القرآن الكريم. استمعنا مع الفرق بين الحق والباطل. استمعنا مع خير لا يبل استماعه. ايات بينات من كتاب الله الحبيب تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة سسليان بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية. كما نذكر حضرات السادة الافاضل
عبر موجات إذاعتنا الصوتية والإدارة العالمية الكهربائية والمعرض الفني للفراش القدرة الحديثة لصاحبها الحاج فتح القارح المقيم بمركز ومدينة منوف. أيها الإخوة المعزين تقبل الله عزاءكم جميعا.